اهلا بكم دايما في الناس الحلوة. اهلا بكم. الحقيقة الدراما المصرية ظلمت الطب كتير جدا 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 من زمان قوي قوي، يمكن من زمان اكتر من ابعد من دكتور محمود المليجي في فيلم حكاية حب مع الاستاذ عبد الحليم حافظ، لما طلع اشعة طبيعية للقلب وقال ان عنده القلب وانه يموت في خلال 6 شهور. ناس كتير صدقت ان الاشعة دي تقدر تشخص مرض في القلب. الاشعة طبعا الطبيعية تقدر تشخص تشامبر انلارجمنت، يعني شوية تضخمات في القلب، لكن ما قدرش تعرفك مين الصمام المايز بالتحديد، تشوريك شوية ساينس، لكن طبعا طلع بعد كده ايكو مثلا. لكن من ضمن الحاجات الغلط الكتيرة جدا برضو الفكرة الدكتور اللي بيدخل يبص على المريض كده وبكشف ظاهري يقول يا جماعة الحالة خطيرة جدا واعتقد انه يعني لازم ننقله دلوقتي المستشفى. طب يا سلام، ما هو خلت الناس كتير تفهم انه الكشف المنزلي ممكن يحل مشاكل كتيرة وانه بينقذ حياة ناس. اه ممكن، بس طبعا المستشفيات هي الاهم من البيت، لكن الكشف المنزلي له اهمية. لكن مثلا بداية من تركيب الكانيولا بالمقلوب وكوارث التعقيم، مثلا في انك انت تشوف اوضة عمليات تحس ان انت يعني قاعد في انتريه، مش فاهمين يعني اوضة عمليات. وبرضو النطق المفزع للمصطلحات الطبية، كتير قوي من الممثلين بينطقوا المصطلحات الطبية بطريقة غريبة جدا. يعني مثلا يجي دكتور ماسك اشعة ويقول اشعة قلب، كتير قوي في افلام ورم في المخ حصل ده طبعا، يعني او انه يمسك اشعة مخ طبيعية يقول لك ورم في المخ برضو حصل. حكاية برضو ان الافلام من زمان قوي فكرة ان محدش بيشوف يقعد فترة طويلة ما نشوفش، زي فيلم الشموع السوداء شفتوه بتاع الله يرحمه الأستاذ صالح سليم، من الأفلام الرائعة يعني. بس ما فيش في الطب حاجة اسمها حد يقعد فترة ما يشوفش وبعدين يرجع يشوف، يعني ما يشوفش خالص، لا في نظره يضعف ويرجع كويس تاني، أو يتأثر زي مثلا يعني القرنية المخروطية، يتأثر نظره يضعف ويرجع يتحسن تاني، لكن ما يشوفش خالص الدنيا سواد ويرجع تاني بعد فترة معينة، لا ده في الطب غير موجود لأنه العصب البصري بيضمر. فلا يعني ده برضو من الحاجات المهمة جدا. فكرة انه برضو ورم في المخ يعني معروف وبتاع، وفي الافلام يموت بشكل مفاجئ مرة واحدة بدون مقدمات، يعني الممثلة تبقى زي القمر وبالفول ميك اب ونضارة رائعة وتصرفات مائية وفجأة، دي صعبة، لازم تدهور الحالة تحصل، لازم يبقى في تدهور في الحالة. لو حصل نزيف وانا انفجار في انسجة المخ او نزيف حوالين الورم وارد ان ده يموت بشكل مفاجئ، لكن في فيلم مثلا حبيبي دائما كان برضو فيه شيء، بس ده من الافلام اللي اتعملت طبيا كويس الى حد ما. لكن مثلا في بقى على العكس افلام خدمت الطب، خدمت الطب كويس جدا جدا، لانها نقلت صورة دقيقة للطب. يعني من افضل الافلام اللي نقل صوره رائعه للطب الفيلم بتاع الاخوه الاعداء. فيلم الاخوه الاعداء ده رائع جدا، وكان عمله الاستاذ محي اسماعيل، مرض الراجل العبقري ده، عمل مرض الصرع، نقل للجمهور العربي ده في الوقت ده معاناه مريض الصرع. حاجه من الافلام اللي اجادت في تفسير وتوضيح معنى مرض الصرع، من الافلام الرائعه جدا اللي خدمت مرض مهم جدا، مرض الزهايمر، واسمه صح الزهايمر ديزيز. انتوا بتنطقوا المصريين، احنا كمصريين يعني والعرب بننطقوا كده الزهايمر، لا هو النطق الصح له الزهايمر. مرض الزهايمر عمله الفنان الجميل الرائع عادل امام في فيلم اسم الزهايمر، وعمل فعلا معاناه. وطبعا الاستاذ سعيد صالح الله يرحمه عمل مشهد رائع عبقري لمريض الالزهايمر اللي ما بيقدرش يتحكم في البول، اللي مش قادر يفتكر اللي هو في الاكستريم ديجري بقى، اللي هو في المرحله الاخيره من درجات المرض الخطير ده. في امراض، في مثلا ناس صورت امراض عنيفه زي مرض التي بي، مرض الدرن اللي كان مشهور جدا في فيلم خلي الخليلي، اتعمل بشكل رائع جدا الفنان الجميل حسن يوسف في الوقت ده، عمل مشاهد رائعه لمرضى الدرن في السنين دي. كان المرض الدرن قل دلوقتي، لا رجع تاني بسبب الشيش، بس ساعتها في الوقت ده كان علاجه صعب وطويل، دلوقتي العلاج بقى سهل.
والادويه دلوقتي بقت افكتيف الى حد ما، لكن في الوقت ده كان العيان بيوصل لمرحله انه يغمق جسمه بسبب ان الضرر انضرب الغده الكظريه وادى الى مرض اسمه اديسون، مرض بيخلي الضغط ينخفض والانسان يرهق جدا ويسمر ويكرمش الانسان ويصغر جدا جدا ووزنه كمان يقل بشكل كبير. ده من الافلام الرائعه جدا. فوق مستوى الشبهات، المسلسل العبقري اللي اتعمل في رمضان اللي فات قدم دراما جيده للشخصيه السيكوباتيه. اتظلمت برضو الناحيه النفسيه في الامراض في الدراما العربيه لفترات طويله، كانت الكل يا اما طلع واحد مجنون بيخبط في الناس، يا اما نطلع مثلا ايه واحد شرير، مفيش الناحيه النفسيه العميقه للسايكوزيس، السايك ديستربنس، الناس السيكوباتيين مفيش. السيكوباتي الانسان اللي مضاد للمجتمع، اللي بيكره المجتمع، اللي عنده قدره تلون وعنده قدره الكذب وعنده قدره الكره وما تلاقوش صافي من جوه وما بتستقمش الامور داخله بشكل كبير. ده قدر يعني هاني خليفه وفريق عمله المخرج الجميل انه يقدمه بشكل جيد جدا في فوق مستوى الشبهات. الدراما زي ما اضرت بالطب في وقت من الاوقات وصورت، كان في دكتور جميل قوي بيطلع في السينما في كل الافلام القديمه للسينما اللي هي الشنطه الصغيره، فاكرينها؟ بتاعت الدكتور ديت كتير من الناس افتكروا ان الدكتور لازم يبقى هي الشنطه الصغيره. دلوقتي في الاكويبمنت والمعدات الطبيه اضخم منها تتحط في شنطه بهذا الحجم، لكن في الوقت الحالي اعتقد انه في المستقبل كمان الدراما هتقدم وهتقدم الشكل الطبي بشكل تخوف، خصوصا ان كتير دلوقتي من ابطال الدراما اساسا اطباء، فاعتقد انه هيبقى ليهم دور كبير في توجيه مخلي ومؤلفين العمل للكتابه بشكل جيد من الناحيه العلميه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. حضرتك في حاجه اسمها جنرال كونديشن، كل نوع عضلي ليه تكنيك غير التاني، لازم البني ادم يوصل لحاجه انه يعرف يبتسم. ما تطلعش الدكتور اللي جواك لانك جواك مش دكتور، اوعى تتقمص دور دكتور. الاشعه المقطعيه قبل اجراء زراعه الاسنان اجراء غير ضروري. انا ممكن اقول لك المقطعيه هتطلع ايه، لكن لا اجزم بيها، لازم المقطعيه تيجي تتطابق مع اللي انا بقوله، انا شايفه ان الكلام ده غلط. ده معتقد ناس كثيره وخصوصا البخلاء. كثيره قوي. يلعب نوع الزرعة المستخدمة دور كبير في فشل أو نجاح الزراعة. أنت بتزرع في أي نوع عضل؟ تقويم الأسنان يعطي نتائج أفضل لما كانت السن الصغير. أفضل؟ لأ، أسرع. إذا الناس تبعتنا على أساس أنهم يتعلموا ثقافة هيستفيدوا جدا. زراعات قديمة بتديها له يعقمها وترجع تحطها تاني. في ناس اعتقد انه جميع انواع الزراعات بتعطي نتيجة واحدة. في بلاد معروفة انها بتعمل احسن امبلانتس موجودة في العالم. القشرة التجميلية حل دائم لتجميل الاسنان وليس مؤقت. طبعا دوت حل دائم، يعني انا بفضله كمان عن التبييض. احنا ممكن نعمل فيها زراعات ونعمل فيها شغل حلو جدا، بس المريض يدي فرصة للدكتور ان هو ياخد قرار مظبوط. احنا جبنا النتيجة دي. طريقة الليزك أساسا هو باختصار بيشكل سطح القرنية. إزاي أعمل حاجة في أي مكان؟ لازم أعمل حاجة اسمها سيرش. في ناس كتير بنفضل وبنصر ان هو يتعمل الليزك بالفيمتو ليزر مش الليزك العادي. دايما الثقافه مرتبطه معايا بسؤال الناس عن نسب الامان، فلازم يبقى عارف مسبقا الخطوه اللي جايه فيها ايه وهيحس بايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم في عالم العيون. النهاردة أنا عندي ملفات كتيرة قوي عايز أفتحها بصراحة. طول عمرنا من واحنا في الكلية بننظر للعيون على انه منطقة الاليت، حتى احنا عارفين انه اوائل الدفعة هم اللي بيتخصصوا في عالم العيون، هم اللي ليهم النيابة، يعني بيبقى نايب، نايب يعني بداية التدريس في الجامعة
او بدايه التواجد في السلك الجامعي اللي له النيابه الاولى هو الرمد ويمافسه النساء والتوليد. اذا فهو عالم الاليت، عالم ما فيهوش تدخلات، عالم ما فيهوش تجرؤات، ما فيهوش ان حد، ما فيش عمرنا ما هنسمع عن انه حد مش متخصص في العيون بيشتغل عيون، دي مش موجوده حتى في حته في العالم. لكن في الفتره الاخيره ملفات كتيره قوي بدات تاخد بالي منها. اولا تلاقي في الفيسبوك او حتى على الشارع حتى حاطط اعلان يقول لك سعر ايه بسعر ايه، ليه تعمل كذا لما ممكن تعمل كذا بسعر كذا. الكلام ده ينطبق على ان مثلا على رحلة جمصة، على رحلة راس البر، ليه ممكن تروح راس البر بفلوس كذا لما ممكن تدفع كذا، ممكن في فندق او مش عارف ايه. الكلام ده كان في العيون كان شيء مزعج جدا بالنسبة لي، بتفرج على اعلان سواء في الشارع او في الفيسبوك. ان انا الاقي حد يعني يقلل من قيمة شيء ويستعين بجهاز سيء او جهاز غير جيد ويلعب على الاحتياج الاقتصادي بتاع المرضى، الاحتياج المالي بتاع المرضى، وده مقابل فقده للجودة، ده شيء ما كانش في العيون خالص. ده ممكن قوي يكون في مطاعم بتعمل سندوتشات، ما عملش السندوتش غالي، ما عملوش مكلف، ما جابش احسن اكل، ما جابش احسن بتاع، ممكن نتقبل يعني، طبعا غير متقبل، لكن ممكن اعمل الكلام دوت في اساس. ممكن واحد يعمل اوضه نوم بكذا وما لهاش بكذا، لكن في العيون شيء غير متقبل. ملفات كتيره. والحقيقه ضيفي انا طلبت سيارته بشكل عاجل واصريت عليها، وزي ما بقول على فكره احنا بنسجل الساعه 1 صباحا عشان بناء على هذه الملفات الضروريه الهامه جدا. وطبعا مفيش احسن من القيمه العلميه الكبيره، واحد ممن طوروا الشرح الاعلامي على الشاشه في عالم العيون، وايضا استاذ جامعي قدير وعمل اكاديمي متميز وعلى مستوى الاكلينيكي حدث ولا حرج. طبعا ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والنجم في هذا المجال الاستاذ الدكتور احمد عساف، اهلا بك. اهلا وسهلا، وحشني جدا. وانت اكتر والله. طبعا انا عارف ان انا مصحيكم. لا 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 خلاص انا صح، انا فايق كويس. انا عارف انت بتسهر ما بتنامش بدري يعني. مش دايما. بس الملفات كترت قوي في العالم. انت جيت على الجرح يا دكتور ايمن. ده جروح. ده بقى كان جرح واحد، دلوقتي بقى مجموعه من الجروح. اسمح لي النهارده نطرحها كلها. ربنا يسهل، هو موضوع شائك جدا. لكن اوكي، وجب الرد. وجب الرد. اذا سنبدا وستاتي الملفات ضمنيا في الحوار، مش هجيبهم كلهم ورا بعض عشان ما يبقاش يعني ايه يعني استلهم كده فترات الصراحه الشديده، مش ورا بعض ممكن اتردد في الاجابه. واذهب الى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ عمليات تصحيح الإبصار تطورت تطورا كبيرا وتنوعت تنوعا واسعا، مما أدى أو أتاح للمرضى فرصة اختيار كبيرة. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض. طبعا تطورت في اختيارات كثيرة جدا، بس المريض مش بيختار كده كأنه بينقي مثلا عفش البيت. يعني لازم برضو بإشراف الطبيب أو الجراح هو اللي بيساعده، يقول له والله انت عندك اختيار 1 2 3، ده يناسبك وده يناسبك وده يناسبك، بس ده ليه ميزه، الاختيار الاولاني ليه ميزه عن الاختيار الثاني في كذا، الاختيار الثالث ممكن يكون فيه ميزه عن الثالث عن الاثنين الثانيين. لازم طبعا، والجراح في الاخر الكلمه النهائيه تبقى للجراح. يعني ممكن نقول لك والله انت عندك كذا عمليه، نقدر نعمل لك عمليه اصلاح الابصار، بس احنا شايفين الانسب لحضرتك العمليه الفلانيه. المريض بقى ليه يقبل او ما يقبلش، ان هو القرار بتاعه هو في الاخر اولا واخيرا، دي يعني ودي حياته. اولا واخيرا. حضرتك قلت في مقدمه جزء صغير، هي حته مثلا ساندوتش، ما احنا ممكن نعمل ساندوتش غالي وساندوتش ثاني رخيص بمكونات اقل شويه صغيرين. وقلت ده مش مقبول. لا انا بقول هو مقبول، مفيش مشكله. هو اسمه ساندوتش، ان هو ممكن هو هي وجبه وهتعدي، لكن مش عمليه هتاثر على حياتك كلها. يعني ما ينفعش ما اقبلش ان دي مش ساندوتش، دي مش ساندوتش، لو ما عجبنيش النهارده الوجبه دي فانا خلاص هنساها بكره وخلاص وانتهت وخلصت. او قطعه اساس، او قطعه اساس ما عجبتنيش، هي تقعد معايا شويه وممكن ارميها او ابيعها تاني وخلاص اتخلص منها. لكن عمليه في العين بالذات اكتر عضو تقريبا بنستخدمه يمكن في حياتنا هو مع الايدين، العينين. انا اول ما اصحى من النوم
انا عينيا شغاله طبعا الدنيا كلها ما تنفعش من خلال فانا قاعد بستخدم حاجه جهاز حساس جدا فاذا كنت انا هعمل فيه عمليه عشان اصلح النظر فلازم تتعمل كويس قوي يا بلاش يعني تقول النن ابيض واسود يعني هنا دي بقى بالذات في ابيض واسود مفيش رمادي خالص فبس بقول لحضرتك يعني النقطه دي لازم الساده المشاهدين يبقى يعرفوها ان فعلا ما فيش تنازل في عمليات العيون بالذات. عمليات الفيمتو الليزر الفيمتو في تصحيح الابصار يعتقد الان انها تعطي امان اكبر من الليزك التقليدي. ابيض اسود ام رمادي؟ ابيض طبعا ابيض. هو الموضوع مش ليه ظهر فيمتو ليزر؟ هو مش عشان تكلفه زياده على المريض قد ما هو عشان يتلاشى كانت مشاكل كانت بتظهر في عمليات الليزك قبل كده اهوت. واعتقد في نسبه كبيره احنا بنشوفها في العيادات وفي نسبه كبيره من الساده المشاهدين اعتقد قد مروا بالتجربه دي عملوا ليزك قبل كده ورجع لبس النظاره تاني او حس ان النظر بتاعه اضعف من الاول. ده بسبب ان في استخدام مشرط زي ما هو باين في الفيلم هنا اهوت. بنستخدم مشرط، المشرط ده بيشيل القشره الخارجيه من القرنيه. المشرط ما بيوجعش العين عشان في ناس بتتخض جدا ويقول لك ده هيوجع العين وازاي ومش ازاي، لا ما بيوجعش العين ولا المريض بيحس بيه اساسا خالص. لكن السمك القشره اللي انا باخدها دي هي دي فيها محور العمليه كله، السمك ده كل ما يكون السمك القشره دي سميكه زياده عن اللزوم ده بيضعف القرنيه اكتر وبيؤدي الى ضعف النظر اكتر. فاحنا بنستخدم الفيمتو ليزر دلوقتي بدل الليزر التقليدي ان احنا بنستعيد بالمشرط بالفيمتو ليزر، بقيه خطوات العمليه بتبقى زي ما هي. هنا الفيمتو ليزر هو اللي بيعمل الخطوه بتاعت القشره الخارجيه، اقدر اتحكم في السمك زي ما انا عايز، كان القشره الخارجيه دي كمان في اوقات كتير ما ترجعش مكانها مظبوط بعد نهايه العمليه في الليزك التقليدي، الفيمتو ليزر بيضمن لي ان هي ترجع في مكانها وما تحصلش تشوهات بصريه زي ما كانت بتظهر في اوقات الليزك او موديلات الليزك القديمه. فهنا هو اكثر امانا اكيد طبعا 100%، وهو ده الترند العالمي دلوقتي، يعني قليل قوي ان الناس بتستخدم الليزك العادي لظروف طبعا اقتصاديه بحته، او قد يكون في مكان ما فيهوش مش متوفر فيه تقنيه الفيمتو ليزر فممكن يبقى المريض بيلجا ان هو يستخدم الليزك التقليدي. لكن الاجابه ابيض. ابيض طبعا. عمليات الفيمتو ليزك سؤال بقى علمي، سؤال علمي، احنا هذا اول ملف والحمد لله حصلنا منك على اجابه صريحه، لكن خلينا نروح لسؤال علمي في وسط الملفات. لا تصلح لكل الاعمار، عمليات الفيمتو ليزك لا تصلح لكل الاعمار، ابيض اسود ولا رمادي؟ ابيض لا تصلح طبعا، لا تصلح. هو الفيمتو ليزك تقريبا يعني هو زي الليزك بس احنا قلنا الفرق بس ان هو امن شويه صغيرين. فاللي ينطبق على الليزك من ناحيه العمر، انا بتكلم من ناحيه العمر مش بتكلم من ناحيه ثانيه، هو بينطبق برضو على الفيمتو ليزك. بمعنى ان احنا دايما بنعمل عمليات اصلاح الابصار عاده لما تكون النظر مستقر، سواء هنعمل ليزك او هنعمل فيمتو ليزك، لما يكون النظر مستقر. واحب اوضح للساده المشاهدين ان الليزك ما بيثبتش النظر، ان في ناس بتنزعج جدا ان نظرها بيضعف كل شويه فبيقول لك الحق اعمل العمليه علشان لحسن كده بعد شويه هلاقي نفسي لابس اعار الكوبايه. الكلام ده مش مظبوط، الليزك مش هيثبت النظر، مش هيصلح ويثبت، لا الليزك هيصلح اللي موجود دلوقتي. لو في مشكله في العين او في سبب هو اللي بيؤدي الى تدهور في النظر ده لازم يتعالج الاول. واكثر سبب بيؤدي الى تدهور النظر هو تقدم العمر. فمرحله العمريه ما بين ساعة الولادة لغاية سن 18 سنة في البنات أو 20 سنة في الولاد طبيعي إن النظر يتغير، طبيعي إن قص النظر يزيد، فما تنزعجوش أرجوكوا لما تلاقي النظر بيتغير بالذات في فترة البلوغ بسرعة شوية صغيرين. ده مش معناه إن أنا أجي أعمل العملية عشان أثبت النظر أو أصلح النظر، لا أستنى لما يستقر وبعد كده نعمل العمل. فمن ناحية العمر الفيمتو ليزك والليزك ما فيش فرق ما بين الاثنين، ما لا تصلح لجميع الاعمار، المفروض ان انا بعملها لما يكون النظر مستقر. هنيجي الناحيه الثانيه، لو كان سن واحد متقدم في العمر، طول لو هو متقدم في العمر عنده سنه فوق 60 سنه ان شاء الله يكون 70 كمان، طالما انا ما عندوش ميه بيضاء، طالما انا ما عندوش مشاكل في الشبكيه، طالما انا ما عندوش مشاكل في القرنيه، نقدر نعمله طبعا ليزك وفيمتو ليزك. بس عاده في السن ده بنلاقي الناس دول عندهم ميه بيضاء فبنقول لهم والله ملهاش لازمه نعمل لكم عمليه ثانيه بدل الفيمتو ليزك او ليزك، نعمل لكم عمليه ثانيه لاصلاح الابصار عشان انتوا عندكم ميه بيضاء او عندكم مسببات اخرى قد تؤثر على نتيجه العمليه. نعمل عمليه تضرب عصفورين بالظبط. سؤال مهم قوي، يقولون ان الفيمتو ليزك يصحح عمليات الليزك التي فشلت، دي مقوله بيضاء سوداء ام رمادي؟
لا هي سوداء طبعا. لا يعني هي العمليات اللي هي مش فشلت نقدر نقول ما جابتش نتيجه مرضيه لسبب او اخر، مش شرط ان انا اعمل له فيمتو ليزك. انا ممكن اعمل له ليزر سطحي في حاله زي كده اهوت. طبعا ممكن اعمل فيمتو ليزك بس مش مقدرش احطها قاعده عامه ان اي واحد عمل عمليه ليزك وما كانش مبسوط بنتيجه العمليه لسبب او اخر. قد يكون في بعض الناس بنلاقيهم عملوا من الاجيال القديمه قوي من الليزك، وده مش غلط الدكتور، هو كان التكنولوجي من سنه اواخر التسعينات كانت مختلفه تماما عن دلوقتي. التلفزيون اواخر التسعينات غير التلفزيون دلوقتي، فهو عايز يستفيد من التكنولوجيا بتاعت اليومين دول وحاسس كان عنده يعني نتيجه العمليه مش مرضيه قوي بالنسبه له. نقدر نساعده بس مش شرط عن طريق فيمتو ليزك، ممكن نساعده بطرق ثانيه، عن طريق زرع عدسات، عن طريق ليزر سطحي، عن طريق اي وسائل اخرى. اذا سنذهب بقى الى المنطقه اللي انا النهارده جاي لها، المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ كل واحد من دول هساله ليك، بس هو قصه الحقيقه. من يقوم باحضار اجهزه رخيصه وهذه الاجهزه الرخيصه هتتيح له بالطبع ان هو يقلل في السعر بتاع العمليات لانه عنده اجهزه رخيصه. ده متهم ولا جني ولا بريء؟ لا متهم. ولا جني؟ يعني متهم، هو ماشي مع الموضه لكن ممكن يكون جاني، اقرب للجاني طبعا. اقول لك ليه؟ جاني لسبب ان هو ممكن يصارح المرضى بتوعه. يقول والله بص انا عندي التقنيه الفلانيه ودي مش وحشه وهتديك نتيجه مش بطاله، فالمريض في الاخر بيقرر اه او لا. لكن انا اعمل ماسكينج وما اجيبش سيره حاجه زي كده خالص واوحي عن قصد او عن غير قصد ان انا الجهاز اللي عندي زي الجهاز اللي عند المكان الثاني بس انا سعري نص السعر الجهاز المركز الثاني، طبعا يبقى كده جاني بقى. يبقى طبعا في اجهزه، طبعا مش مجرد اجهزه رخيص الثمن، في اجهزه حصل اعاده تدوير ليها. يعني هو جهاز قديم، انت جبت عربيه وبعتها، فجي واحد تاني خدها، اللي باعها اشتراها ده، خدها راح مغير فيها المساعدين وعمل عمره الموتور وراح بايعها لواحد تالت، فالتالت ده ما قالش ان دي عربيه مستعمله، ده اعتبرها عربيه زيرو. يعني افضل عربيه في العالم. فطبعا العربيه بس هي ماشيه في الشارع والناس شايفاها وعارفاها، لكن الجهاز مستخبي مش ومهما كان مش معقوله. يعني كل مريض بيخش يقول لك انا عملت مع انهي جهاز، يعني ما تمشيش. هي طبعا هي اساس عمليه الطب او اساس عمليه اصلاح الابصار تحديدا هي الثقه. الثقه الثقه ما بين المريض والطبيب، فلازم الطبيب يكون محل الثقه دي. ما ينفعش ان انا اخم المريض يعني بالبلدي كده اهوت يعني. فهي الثقه، لكن مش معقوله بقى هنخش نشكك في كل حاجه لدرجه المريض يسال ها وريني الجهاز شكله ايه؟ وريني انت بتستخدم ايه؟ يعني كده هيبقى صعب قوي. اللي عنده ضعف ابصار وبيرتدي العدسات اللاصقه ومتخوف تماما من عمليات تصحيح الابصار ويرى ان العدسات اللاصقه امان. ده مش هقول لك بقى متهم ولا جاني ولا بريء، ده واهم ولا واهم ولا واهم؟ لا واهم واهم واهم. واهم بالثلث يعني. واهم بالثلث. اولا العدسات اللاصقه دايما بنقول فيها ناس كتير فاكره العدسات اللاصقه دي عامل امان وانا مش عايز العب في عينيا فهلبس عدسات لاصقه وانا ما بحبش النضاره فالعدسات اللاصقه هي الحل بتاعي. وناس كتير يقول لك انا بلبس العدسات ما عنديش مشاكل فيها، ده انا بلبسها بقالي 10 سنين، ايه المشكله؟ اقول له انت دلوقتي حاطط البنزين جنب النار، ما ممكن تقعد البنزين جنب النار 10 سنين ما يولعوش، وهي مش محتاجه اكتر من جزء من الثانيه ويحصل الانفجار. فالعدسه اللاصقه مش معناه ان هي بقى لها 10 سنين معاك كويسه ان انت ضامن كمان 10 سنين كمان تبقى كويسه معاك. ممكن في يوم من الايام تصحى من النوم تلاقي في شويه التهابات في العين تنتهي بالمنظر اللي احنا شايفينه في الصوره، عينين حمراء، قرحه فطريه في العين، قرحه ميكروبيه في العين. اوقات كتير ما بنعرفش نعالجها، بنضطر نعمل عمليه ترقيه قرنيه، ننسى بقى فكره بقى ان هقلع نظاره مش هقلع نظاره، قصه ملهاش لازمه خالص. دي من خطر ومن اشهر انواع القرح اللي بتظهر في العين بتبقى جايه نتيجه العدسات اللاصقه. هي الناحيه الثانيه الليزك، اولا لسه في دوريه من دوريات اللي احنا بنقراها نازله شهر اغسطس اللي فات بتتكلم عن الليزك. الليزك زي ريفيو ارتكل، يعني مرجع للليزك نفسه. انا هادي بس كام جمله كده ملخص عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، عشان برضو اعتقد في لغط كتير في الحته دي. في 16 مليون عمليه ليزك اتعملوا حتى هذه اللحظه، لغايه شهر مليون عمليه.
بقالها 25 سنة، عملية تتعمل بقالها 25 سنة، من أشهر عمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم، مش في طب وجراحة العيون، في الطب عامة، من أشهر الليزك. ومش بس كده، هي من أنجح العمليات كمان، نسبة النجاح بتاعتها تتعدى 90%، 92% تحديدا. المقصود بنسبة النجاح ان انا اوصل المريض ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي بدون نظارة طبية بنسبة 92%. وانا عايز اقف هنا نقطة صغيرة عشان ما فيش حاجة اسمها 100%. 92% ده دورية عالمية محترمة جدا تابعة للجمعية الامريكية لجراحة اصلاح الابصار وزراعة العدسات، يعني حاجة محترمة تماما يعني. 92% وبيعتبروا ان ده نجاح باهر، وانا بعتبر ان ده نجاح باهر. مفيش حاجه اسمها 100% اللي هو ايه انا هعمل لك مش عارف ايه والنسبه مضمونه بنسبه 100% باذن الله وان شاء الله، لا. 92% يعني في 8% من بعض العيانين او المرضى او الاشخاص، انا بحبش اقول العيانين لمرضى الليزك، بيحتاجوا يلبسوا نظاره عادي جدا مفيش مشكله خالص. فبالتالي انا ممكن اروح اعمل عمليه عشان اقلع النظاره واحتاج بعض الاوقات البس نظاره بنسبه 8%، 92% مش هلبس نظاره. النظاره دي برضو تبقى نظاره بسيطه، مش نظاره يعني حاجه سميكه ولا حاجه زي كده. فانا بقول حضرتك ان هو نسبه امان عاليه جدا، نسبه نجاح عاليه جدا، بس بقول للساده المشاهدين ان في 92% ما بيلبسوش نظاره و8% بيحتاجوا يلبسوا نظاره ومبسوطين. يعني ما حدش قال ان هو مش مبسوط. النسبه اللي هي حست ان نظرها ضعف شويه صغيرين بعد الليزك 6 من 10، 61 من 100%، 61 من 100%، يعني نسبه ضئيله جدا ان هم حاسين ان هم لا ان هم كان نظرهم قبل العمليه كان احسن شويه صغيرين. ده بعد ما نكون ماشيين بمعايير دوليه محترمه ما بنمشيش غلط ولا حاجه، وعن طريق 92 بحث، ده تجميع ل 92 بحث على مدار 25 سنه. هذا بقى الى منطقه مهمه جدا، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ المريض الذي يعاني من جفاف في العين لا يصلح له عمليه الفيمتو ليزك، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ شك. يعني خلينا في النص، هو الجفاف عندنا كلنا، خلينا صراحة، ودي ظروف العصر احنا بنعيش فيها، وكلنا الشعب المصري عنده جفاف، وكلنا بناخد اطراف مرطبة سواء عملت عملية ليزك او لا. بس الجفاف ليه درجات، في بعض درجات من الجفاف لا يصلح معها الليزك تماما، وفي بعض من درجات من الجفاف محتاجة شوية علاج قبل العملية ويقدر المريض بعد كده يعمل عملية الليزك وبيستمر على اطراف مرطبة. بنفهمه ان في اطراف مرطبة هيستمر عليها، مش شرط ان هو يحطها بانتظام، بس حطها عند الحاجة مش اكتر من كده. لكن الجفاف كحد ذاته، وده كلام علمي موثق، مش ضد الليزك بكل درجاته، لا، في درجات من الجفاف ما ينفعش خالص. يفضل اجراء عمليات الليزك في الشتاء. هو برضه في ناس جات الكونسيبت ده من موضوع الجفاف ان في الشتاء الجفاف اقل والصيف يبقى اكتر، لا، هو الجفاف بيحصل سواء شتاء او صيف، ان هو مش مرتبط بالحراره قد ما هو يعني بكلم بعد الليزك، هو مرتبط بس ان هو الاعصاب الطرفيه بتاعت القرنيه اللي هي بتتاثر بالليزر نفسها تاخد لها وقت عبال ما تلتئم. الاعصاب الطرفيه دي هي المسؤوله عن افراز الدموع، فبتاخد لها حوالي من شهرين لست شهور، والدوريه الاخيره اللي قلت عليها قالوا ست شهور. ست شهور عبال ما الاعصاب دي ترجع تلتئم تاني وترجع تفرز دموع تاني زي الاول. فبالتالي الفتره دي المريض بيحس بجفاف سواء في الصيف او في الشتاء. فالموضوع ما يفرقش. انت نورتنا النهارده وسعدت بهذه الزياره، والحقيقه انه طبعا زياره اخر الليل يعني بصور بقول لكم بالليل خالص، لكن خليني اقول لك ترابيزه دي ليها سحر رائع جدا عليك، بتخليك تخرج عند دبلوماسيتك المحموده، تفتح ملفات شائكه، وبعدين بعد كده بعد نهايه الحلقه واحنا خارجين بره بنتعشى ولا بنشرب شاي بتقعد تلوم لي تقول لي انت خليتني اتكلم في الموضوع. انا قلقان من الحلقه دي، انا قلقان من الحلقه دي بجد. يعني دي حلوه قوي قوي قوي، بس اللي انت قلته النهارده ده كله واقع، وانا شوف الواقع ده واصلني، فما بالك لما يكون اساسا بالنسبه لك اكيد مزعج جدا بالنسبه لك انت، ده هو واصل لي انا وانا رجل لسه متخصص لكن مهتم جدا بالعيون. اكيد اكيد هذا الواقع ينبغي ان يحارب، واعتقد ان احنا فتحنا ملفات حلقه كده كمان في ملفات جديده. انا اشكرك واشكر الناس الحلوه، بس انت نكشتني جامد النهارده. لكن الترابيزه دي يا باشا الترابيزه دي ليها سحر، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. لا لا ده الترابيزه دي واللي قاعد قبل كده كان له بركات. نورتنا. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. فلو حصل اصابه في الرقبه
ممكن تاخد ايديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدأ يجي لهم في اللحظة دي في لحظة الحادثة دي شلل لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط ان ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهاردة تعمل 4 غضاريف في ساعة ونص يتدنج في نص ساعة والعملية ساعة ونص وبيخرج بعد ساعتين. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. الحقيقة احنا ساعات بنضر بنفسينا بسبب تهورنا ضررا كبيرا جدا. خلينا اقول لكم على حاجة. شاب مثلا ممكن يكون صغير ممكن يكون مش صغير قوي يتهور يقول لك انا حابب اجيب موتوسيكل. كويس جدا يجيب موتوسيكل يركب الموتوسيكل. هل احنا اساسا اكلمكم بمنتهى الصراحة مؤهلين طرقنا مؤهلة للموتوسيكلات في مصر؟ اشك اشك. يعني طرقنا مش مؤهلة للعربيات اساسا. فالموتوسيكلات على فكرة يعني الريس والحاجات دي ليها برة طرق خاصة او طريقة معينة في السواقة خاصة ومكان خاص وطبعا اسفلت خاص وحمايات خاصة ووقت قيادة معين. مش كل مش على طول 24 ساعة واحد سايق موتوسيكل. طب سايق موتوسيكل بيدب بالموتوسيكل في مطب ظهره اخباره ايه؟ هل هو لياقته البدنية تؤهله لسواقة الريس؟ الريس ده اللي هو الانسان بيسوقه بطريقه معينه وبميل معين. بعد شويه نيجي نسمع ان فلان بدا يشكل مشاكل في ظهره. دب دب في الارض في مطب في الارض نقره في الارض في السواقه مش ما فيش لياقه بدنيه برضه دب ديسك اتضرب ديسك افكتد وقع بقى. ما هو ناس احنا هنا في مصر انا ما بشوفش حد لا لابس خوذه ولا لابس حاجه في ركبه خالص. ولو لقيته لابس الخوذه مين اللي بيلبس في ركبه؟ ولو لقيتهم لابس الاثنين طب وانت لما تقع مش في حاجه ثانيه؟ يعني هي ركبك وراسك بس اللي ممكن يتكسروا؟ طب ما في حاجات كتيره ممكن تتكسر من ضمنها ظهرك. تقع على ظهرك تتكعبل بتاع. فعشان كده بقول ان الحوادث من ضمن الحاجات اللي احنا في مصر ما عندناش علم الحوادث، ما عندناش ثقافه للشعب نثقف الشعب نقول لهم مين اللي يركب ويركب امتى ويركب الريس ده امتى ويركب الموتوسيكلات دي امتى. في ناس غلابه طيبين ما عندهمش فلوس يجيب عربيه فمش قدامه ينتقل من مكان لمكان الا بموتوسيكل. طب ماشي ايه المطلوب منك؟ وتمشي ازاي وتمشي فين وتمشي بسرعه عامله ازاي؟ لان الحادثه في الظهر ما بتسمحش للانسان ان هو يلحق نفسه. الحوار مثير ومهم جدا جدا يا جماعه لانه انا هتكلم على تعايشنا في مصر ومشاكل المصريين. وطبعا ضيف العزيز قيمه علميه كبيره وشاف كل اللي انا حكيته ده وشاف اكتر وهيحكي لنا بشكل اكتر وهيحكي لنا بشكل اقرب كتير. طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير وصاحب اليد الماهره في عالم جراحات المخ والاعصاب الاداء الرائع والفذ في هذا المجال هو طبعا ضيف العزيز الاستاذ دكتور محمد صديق. ودي اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. انا بطرف عيني لمحت نظرة رضا وانا بحكي يعني حسيت كده ان انت انبسطت بالكلام اللي انا قلته. اه بجد انت حضرتك بتلمس حته مهمه جدا. يعني هو مش العيب في الموتوسيكلات، يعني الموتوسيكل هي وسيله من الوسائل اللي ممكن تريح ناس كتيره جدا من عناء المواصلات من ركوب العربيات من انه مش لاقي عربيه او مكان في الباص او كده. لكن هي الطريقه بقى، يعني الطريقه ازاي نتعامل مع موتوسيكل بطريق كويس او طريقه ركوب كويسه او قوانين منظمه. لان المأساة اللي حضرتك بتشوفها ان بقى كتير جدا من الشباب بيركبوها وخاصه الموتوسيكلات الموجوده كلها موتوسيكلات ضعيفه جدا ما فيهاش عوامل امان ما هيش ماركات جيده وبيجري بقى ما بين العربيات ويطلع يعمل حصان ويقع وتلاقيه موقف طريق كبير او كوبري وقاعدين يعملوا استعراضات اصل دي حفله وده فرح وده زفه او ماتش كوره او ماتش كوره او بتاع. المهم بنسيء استخدامه بشكل خاطئ جدا والواقعه بقى من عليه لها تمن. هنتكلم طبعا على الامرجنسي دي من ضمن الامرجنسي او الطوارئ وهنتكلم على الديسك وهنتكلم على العمود الفقري بالتفصيل في واحده من اهم حواراتنا. لكن خلينا نروح للابيض والاسود. رمادي ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاولاني مهم جدا. الام العمود الفقري لا يمكن لانسان ان يتعايش معها بشكل طبيعي، ابيض اسود ام رمادي؟
لا ابيض طبعا، ابيض طبعا، ابيض طبعا. الام العمود الفقري من الحاجات اللي هي يعني بتنكد على الواحد حياته وتخلي حياته كلها سودة الحقيقه. يعني مجرد ما يبدا يحس بالالم، الام في الرقبه، الام في اسفل الظهر، او الام تسمع بقى في الاطراف. يعني خلي بال حضرتك ساعات الم الرقبه لوحده مش هو القضيه، او واحد ما يحسش الم الرقبه ده ممكن يسمع في ايه، دراعه، يسمع في ايديه، في تنميل خدلان او بتوقف ايديه. النومه ساعات بتبقى عذاب، الوقفه عذاب، القعده عذاب، دخول الحمام والتويلت عذاب، انه يؤدي شغله مش عارف يشتغل. ففي ناس حياتها بتستحيل الى جحيم. عشان كده احنا بنقول في عندنا اربع حاجات لما كنا بنيجي وحافظينهم واحنا بنتعلم كده في العمود الفقري، امتى ندخل عمليه. من ضمن اول الاسباب يقول لك عندما تستحيل الحياه مع الالم، بمعنى الانتولرابل بين، الالم الغير محتمل اللي انا ما عادش قادر استحمله. مش لازم يكون عمل سقوط في القدم، مش لازم يكون وقع على الرجل، مش لازم يكون سايب البول او براز، مش لازم يكون عمل شلل، لكن في الم ما تقدرش تعيش معاه. انت بتاخد مسكنات وبتهر الدنيا، يعني ده نايم هو مش قادر، حتى النوم عذاب. يعني بيبقى النومه في حد ذاتها فيها الام رهيبه جدا وعذاب شديد جدا. والقضيه ببساطه جدا بتبدا بشويه الم، انت ما تعرفش الالم ده وراه ايه، المخفي وراه ايه، الفقرات كلها بتبوظ، الغضروف بيكبر، بيعمل خشونه في المفصل، بيعمل خشونه على الغضروف نفسه، يكبر الغضروف، يضغط على العصب، العصب بدا يسمع يديني الالم. الالم الحقيقه احنا فاهمينه غلط. في ناس بتبقى اهم حاجه عندها انا ما احسش بالوجع، ودي في حد ذاتها فهم خاطئ. ما احنا عايزين الناس تفهم، هو الالم ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ الالم ده انا بعتبر ان هو حاجه حلوه جدا ربنا ادهالنا عشان نحس ان في مصيبه، زي جرس الانذار كده، اول ما يضرب نعرف ان في كارثه بتحصل، ده في حريقه بتقوم. فالجرس ما يهمنيش بقى ان انا بطل الجرس او سكته، في ناس دي وظيفتها ان انا اسكت الالم. طب ما تيجي ندور على الالم ومصدر الالم، الالم ده جاي منين؟ جاي من جوه الفقره، جاي من الغضروف، جاي من العصب، جاي من ورم، جاي من التهاب، جاي من ايه، ايه سبب مشكله، ادور على حلها مش ان انا اسكن الالم. حالات بسيطه جدا اللي هي في الاخر بقى ادخل في حاجه اسمها علاج الالم، لاني مش عارف اعالج حاجه تانية. يعني لو فشلت ان انا اعالج الغضروف، فشلت ان انا اعالج الفقرات، او استحاله العلاج، لان في بعض الحالات تبقى عارف المشكله وعارف حلها وما ينفعش تعالجها، فساعتها بيبقى الالم ده حاجه عذاب جدا. وطبعا يعني اللي بيجرب الالم ده بيعيش ايام بتبقى صعبه جدا الحقيقه. السؤال القادم سؤال مهم جدا. لكل حاله من حالات او لكل مشكله من مشاكل العمود الفقري اسلوب علاجي يحدده الطبيب ويحدده الجراح بنفسه. قد يختلف عن ابن عمه او ابن خالته، يعني الاثنين جايين كل واحد له علاج غير الثاني. ابيض اسود او ابيض؟ لا ابيض طبعا. ابيض، لان هو في الاخر المحصله ان في جرس بيضرب. الجرس ده بيضرب ليه؟ يعني احنا قلنا حاجات كتيره جدا، يعني مجرد الالم ده هو ده جهاز الانذار، ده الالارم، دي الرساله اللي بتقول لك خلي بالك في خطر. الخطر ده جاي منين؟ جاي من الفقره، ضغط على العصب، جاي من الغضروف، خرج ضغط على العصب، جاي من الفقره مكسوره، جاي الفقره اتنقلت من مكانها، جاي من هشاشه بتاكل في العظم، جاي من ورم بياكل في العصب من الداخل، جاي من التهابات مزمنه زي التهابات الاعصاب الترقيه. ايما كان السبب لازم ادور عليه، مش ابص بس على الالم. وطبعا الالم واحد ولكن الاعراض الامراض مختلفه، فبالتالي كل مرض له علاج مختلف. يعني اللي عنده غضروف غير اللي عنده خشونه، غير اللي عنده التهابات، غير اللي عنده ورم. ساعات ناس بتلجا للكلام ده بقى انها تحل مشاكلها بنفسها. يعني زي الصور اللي احنا بنشوفها دي، دي ايه؟ دي كارثه. دي كارثه. يعني انا برضو بيهمنا قوي ان احنا ده بيسموه خزامه، والخزامه ده من الطب ما يطلق على الطب البدوي او الشعبي او الطب البدائي اللي هو البسيط اللي الناس ساعات بتبقى حباه قوي وتجري عليه. ناس بتروح تكوي بالنار دمكوا بالنار. يعني المريض ده اللي عملت له عمليه دي كانت كاويه في داره، كان صدقني كانوا كاويينه بحاجه زي الحديده كده، عامله زي المكوه بس كانت مربعه، وده المنظر الحته اللي كان فيها الالم. هتلاقي فيه خيط بتاع العمليه، انا ساعتها الجلد بيطلع معايا وانا بقفل العيان. طبعا حقيقي منظر مرعب جدا. يعني الناس بتكوي كاويه كده، وناس تكوي كاويات كده بقى، ده بيجيب حاجه كده عامله زي العمله كده، زي الجنيه كده، ومربوط في حديده او مسمار بيبقى راسه كبيره كده، ويسخنه لدرجه الاحمرار زي الختم كده، وتسمع بقى العذاب. انا مره من المرات قلت ان في ناس بتستحمل الكلام ده ازاي. فمره رحت اتفرج على حاجه زي كده، كان في محافظه الفيوم الحقيقه، بس شفت ناس بتاكل في الارض، ناس بتعض بيحطوا لها حاجه بقها كده بتموت. شايف المنظر ده؟ كوي 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 كوي. طب ازاي؟ طبعا في ناس بتستغرب الكلام ده،
وتهيألي ده مش موجود. لا موجود وبيحصل. وساعات في ناس بقى بتطوره تقول لك طب تعالى ما تيجي نعمله بقى نسميه احنا بقى ايه طب عربي، تعالى نعمل قرص بالنحل، تعالى نسميه حجامه، تعالى نسميه تشريط. النحل دي فيها كم من التخريف طبعا والتجاوز، ولازم نقف قدامها. اللي بيقول قرص نحل ده بيستهبل بيعرج. طبعا مفيش في الطب حاجه اسمها قرص نحل ده خالص. هو عارف يعني، انت عارف كلمه حق يرد بها بطل. يعني هو ساعات الموضوع بيبقى فيه جزء من الحقيقه اللي هو ايه، ان الالم اللي كان بيضرب في رجله بيتحسن حقيقي، ساعات بيتحسنه لان الالم علميا وطبيا احنا عارفينه. كاونتر بين يعني انت هنا بقره. حتى الكلام ده بيستعملوه في الحرائق اللي بتحصل في الغابات. في حريقه في الحته دي مش عارفين نطفوها، يوم جاي عامل حريقه في حته ثانيه تسحب الاكسجين فدي تطفي. احنا بنعمل كده في العصب، العصب ده بيحس بالالم. ففي مسارات له العصب احنا عارفين، فلو حطيت مصدر الم بس اقل شويه من الالم الاولاني المخ هيتلخبط، فتوصل اشارتين للالم فيبدا يحس بالاقرب اللي الاحدث. فيبدا يحس بدي احس بالوجع اللي في الجلد، والجلد ده امره سهل بعد شويه هيروح وانسى الالم بتاع ظهري. بس لو المخ بقى يبدا يفوق ويتنبه بعد يومين ده ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد شهرين. واخد بالك؟ يبدا يتنبه، يبقى الالام بقى يكون المرض الاولاني هنا سرح وامتد وترحل وتوغل بشكل قاسي جدا جدا جدا. طب هناك حالات في مشاكل المخ والاعصاب، في مشاكل العمود الفقري لا يوجد لها علاج ولا جراح، ابيض اسود امراض. لا ابيض ده حقيقه، ده حقيقه زي كل حاجة في الدنيا في حاجات ملهاش حلول. بس هي طريقة ان احنا نتقبل هذا الموضوع. بمعنى ايه؟ في ناس بيبقى عندها الام والام شديد جدا، وندور على غضروف ما نلاقيش، ندور على كسر ما نلاقيش، نلاقي التهاب منتشر في الجسم كله، الام في العصب ممتدة جامدة جدا، و ما نعرفش نقعد ندور. والمريض بقى راح من دكتور، وده تعرفه منين بقى؟ وهو داخل عليك في العياده تلاقي معاه كيس اسود كبير كده معبي 100 اشعه ومعبي كميه روشتات قد كده في فايل او في دوسيه. اكياس قديمه، ارجوك يا جماعه الاكياس دي غيروها قبل ما تروحوا للدكاتره، لان بيبقى فيه ميكروبات كتير قوي قوي. لا هو الكيس جاي نفسه بيكون قديم حقيقه. يا دكتور هو جايب همه، يعني هو جايب همومه، عايز عايزهم يغيروا الكيس اكياس. نبدا بتغيير اكياس بس احنا ندور على حلول. يعني الحقيقه ساعات كتيره جدا لما ما نلاقيش حل، في بعض الحالات بيبقى قدامنا المرض واضح ولكن الحلول غير متاحه. بمعنى ايه؟ يعني كان عندي مريض من كام يوم كده جاي لي وعنده بدا يشتكي بالام جامده جدا رهيبه في رجله وسقوط في القدم. بصيت لقيت الاشعه عنده ورم مال الحبل الشوكي من اول الفقره العجزيه الاولى لحد الفقره الخامسه في الصدريه. ورم؟ اكتر ورم. ورم وماسك في الحبل الشوكي وماشي. هو ما زال لسه في عنده شويه حركه مش في رجله، في المشط بقى، في الانكل بتاع رجله بس، يعني ما بيعرفش ياخد الفوق دورس فليكشن لا، لكن بيقدر يلمس الارض كده ويحمل بعصيان ويمشي كده. الورم ده لو انا جيت النهارده اشيله علميا عندي نسبه 90% ممكن العصب يقف بعد العمليه، يتوقف بعد العمليه. انا لو شلته هنا انا انقذت حياته، لان الورم ده ممكن ينتشر في حته ثانيه. بس احنا هنا ثقافتنا لا نتقبل المضاعفات، احنا بنسميها الطبيعيه بعد العمليه. يعني انا ممكن، ودي موقف حاضرني اكتر من مره، استأصل هذا الورم يبقى المريض خف من الاورام وما يحتاجش بعد كده العلاج كيماوي ولا علاج اشعاعي ولا علاج ذري ولا اي حاجه. بس الضعف اللي هيطلع عنده بعد كده ده ممكن يعمل عليه مشاكل وممكن يقاضيك فيها، وممكن احنا ما عندناش فهم. يعني احنا بنشرح للمريض ساعات كلمه الكونسنت والموافقه دي عندنا في مصر هنا لا يعتد بيها برضه. يعني انت مهما تشرح وبتاع يقول لك في الاخر انت مذنب. يا جماعه ده انا بنقذ حاجه كبيره قوي، حياه بني ادم هيطلع عنده ضعف، ده وارد. ده بيبقى ساعات ورم ماسك العصب او الحبل الشوكي واضطر اقصه من هنا واقصه من هنا واطلع بالورم. العصب هيقف مش هيشتغل، هيفقد حركه في رجله، بس في الاخر ده فرق. انت انقذته من مشكله ورم يعيش فيها العمر كله. عندنا هنا لا، الجزء عاطفي قوي، ازاي يطلع عنده ضعف، ازاي يطلع. ما هو الورم لو ترك ما هينتشر في الجسم ويؤدي الى الوفاه. والله بص هي ثقافه، ما هو ده اللي احنا بنقوله، احنا عايزين نرفع هذا الكلام. حاجه بقى المنطقه، واضح ان احنا بنعلو في الاثاره، ولان الجزء اللي فات كان مثير جدا، لكن هنعلي الاثاره في الحوار الى اقصى درجاته عندما نذهب الى المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ سؤال مهم على فكرة وفني شوية. الطبيب الذي يقرر إجراء جراحة للعمود الفقري لمريض يعاني من مشاكل كبدية،
متهم ام جاني ام بريء؟ اولا عيب ان انا اسال السؤال ده، عيب ان اساله حضرتك، بس لازم اساله. هو عارف انه طبعا لو في اساتذه دكاتره بيتفرجوا علينا، وفي ناس كتير من زملائنا بيتفرجوا علينا، يقول لي انت ازاي تساله السؤال ده؟ لا طبعا انا لازم اعمل له عمليه. الاجابه نعم. بريء طبعا اكيد. لا لا، انا بعتبره ساعات بيبقى متهم الحقيقه. متهم بايه؟ متهم يعني، انا اقول لحضرتك حاجه، في بعض الحالات ممكن المريض اللي هو عنده مشاكل في الكبد، واحنا بلد ينتشر فيها الامراض الكبديه يعني انتشار وبائي، يعني احنا من المناطق اللي هي الموبوءه بامراض الكبد في مصر. مشاكل الكبد سواء فيروس سي، فيروس اي، فيروس بي، بيعمل مشاكل في التجلط في الدم، بيعمل مشاكل في المناعه بتاعه جسم الانسان. بي والسي هم اللي يقدروا يوصلوا الكبد لمرحله تليف وثم فشل. وبعدين احنا بقى عندنا مشكله مهمه جدا، ان العمليه كجراحة مش هي القضية. القضية ان انا انيم العيان ده وصحيه ازاي البنج. لان احنا كل انواع المخدرات بتاعتنا بتشتغل عن طريق الكبد او الكلى. لما يبقى عنده مريض مشكلة في المتقدمة في الكبد وتدخله وتنيمه وتعمله عملية، ممكن ما يصحاش منك تاني لانه الكبد ما قدرش يتعامل. الكبد ما قدرش ودخل في توكسيميا جامدة جدا ممكن يموت فيها لا قدر الله. الحاجة التانية، نسبة المناعة بتاعت مريض الكبد بتبقى ضعيفة، فلو انت عملت عمليه والكبد وظايفه سيئه او متقدمه جدا وانت ما دورتش في الموضوع ده، التركيبات اللي انت بتحطها ممكن نركب دعامات، ممكن نركب تركيبات حديثه زي غضاريف بديله او شرايح او حاجه زي كده، الحاجات دي كلها ممكن الجسم يرفضها وممكن تبوظ منك ومنك الجرح ما يلتئمش. تدخل المريض تاني في عمليه تانيه عشان تشيل وتنظف والكلام ده كله، الحقيقه الموضوع بيبقى صعب قوي. ساعات كتيره جدا لما يبقى لما بقى اهم حاجه انك لازم تفحص كويس جدا المريض وتبعته لطبيب استاذ باطنه متخصص يقول لك ان هو قابل للعمليه. طب قابل للعمليه، توكلنا على الله هنعمل العمليه ونجهز بقى نفسنا، محتاجين بلازمه نجهزها، محتاجين دم نجهزه، محتاجين علاجات معينه لا تضر الكبد بنبقى جاهزين بيها من البدايه. لقينا حاله الكبد سيئه او معديه ال 50%، طب ما انا عندنا ممكن حاجات ثانيه بديله، يعني ممكن نعمل حاجه زي الحقن، ممكن حاجه زي التردد الحراري، دي ملهاش تاثير سيء لان المريض ما بياخدش بنج. ساعات في مريض زي اللي عنده كسر في الفقرات بقى وعنده مشاكل متقدمه جدا، مش هنقول في الكبد بس، ساعات ممكن الكبد، ساعات يبقى الكلى، ساعات يبقى سكر غير منضبط. يعني انت عارف ساعات كتير جدا نسبه السكر عندنا برضو من النسب العاليه في العالم كله، ساعات يبقى السكر ملخبط جدا و500 و600 ووزن زياده وكلام من ما ينفعش عمليه. يبقى ممكن نعمل حاجه زي كده، حاجه زي الحقن، تبقى فقره مكسوره او متاكله او متحركه من مكانها، بنعمل دي كحلول، بتبقى حلول مؤقته لحد ما الحاله تتعافى او اسكن بيها الالم واقلل المعاناه بتاعته بشكل كبير جدا. هسال حضرتك سؤال تصرف. لا. لو ان معالج طبيب بيعالج بالعلاج التحفظي لحاله تحتاج علاج تحفظي، ولكنه لم يخبر المريض بان علاجه ليس علاج دائم، اخبره انه علاج دائم وليس مؤقت، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ لا هو لازم الصراحه يعني لازم طبعا يبقى متهم. يعني انت مفروض زي ما اتفقنا، اصل العلاج التحفظي ممكن يكون العلاج التحفظي هو العلاج الاولي الصح في علاج المريض. لان ممكن الاول ناخد شويه علاجات وعلاجات تحفظيه وما ادخلش، يعني كلمه تحفظي يعني انا ما بلجاش للطرق الجراحيه او التداخليه، تمام؟ العلاج التحفظي، طب ما هو ده 80 الى 90% من علاج العمود الفقري علاج تحفظي. دي مش جريمه، العلاج التحفظي علاج صح ان احنا نعمله. لكن لما تبقى المشكله ان المريض نفسه يبقى له تدخل جراحي وامنع عنه تدخل الجراح وما اقولش ان لك عمليه واقول لان انا مش جراح. يعني في ناس بقى ما بتبقاش اصلا تخصصها جراح، انا بيجي لي ناس كتيره جدا من اساتذه بس هم نيورولوجي وسايكايتري يعني ما او دكتور عظام عمره ما لمس عمود فقري، يقول له لا اوعك خلي بالك العلاج ده هو علاجك، وتلاقي جاي لك ب 30 روشته. طب ما ده يبقى وحش جدا، يبقى ده مش امين جدا. طب اذا كنت انت ما تعرفش خلي حد تاني يعرف، وعندنا اساتذه كبار جدا وفطاحل في الشغل يعني مهره واكفاء وامناء جدا، لكن ان انت تقول ان التحفظ ده هو كل حاجه بالنسبه لك بينما لك تدخل تاني، لا تبقى انت حضرتك متهم هنا انك انت مهمل في العيان او بتضيع حق من حقوق الحقيقه. خلينا نروح للجزء الهام جدا، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ سؤال مهم قوي، هناك طرق لعلاجات حالات آلام العمود الفقري،
طرق مختلفة، ولكن تظل الجراحة هي الحل الأنجح، أو بمعنى آخر هو الحل الذي يقضي بالفعل على هذه الألام قضاء مبرما. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده يقين حقيقة. يعني بنقول الحلول، المريض يعني لما المريض جاي اللي بشكوى يبقى هياخد إجابة من ثلاثة، يا إما ليك علاج دوائي تحفظ زي ما كنا بنقول كده ويبقى علاج ويخففك ومدته قد كده، في ناس شهر، في ناس ست شهور، في ناس سنة سنتين على حسب، أو أقول له لا العلاج ده أنا عارف إنه مش هيجيب نتيجة علشان أنت فيك المواصفات اللي بتقول لازم تعمل عملية. طب إيه المواصفات إن أنا أقول لك لازم تعمل عملية؟ عندك آلام مبرحة زي ما كنا بنقول، آلام مبرحة لا تحتمل، عطلتك عن حياتك، مش عارف تشتغل، مش عارف تنزل شغلك، مش عارف تنتج، هتستلف وقاعد تاخد في علاجات، مش عارف تعيش. الحاجة التانية لو عندك غضروف بنسميه منفجر، الغضروف ده انفجر وفرقع خلاص، انسى بقى كلمة تحفظ هنا خلاص، يبقى التدخل الجراحي سواء بالمنظار سواء بالميكروسكوب الجراحي سواء بالدعامات أو غيره يبقى ده حل، وحل رائع. طيب لو عندك فقرة انزلقت اتحركت من مكانها اللي اسمه انزلاق الفقاري، كلمة انزلاق فقاري خلصت القصة، جابت الباب زي ما بيقولوا ان احنا لازم نتدخل ان احنا نعمل عملية. او بدأت تحصل بقى رابع حاجة اللي هي المضاعفات. يعني ايه المضاعفات؟ اللي احنا ساعات كتيره جدا بنشوف الناس فيها اللي هو جاي لك بقى عنده سقوط في القدم، بيتكعبل في السجاده ويقع، ما عادش بيتحكم في الاخراج، البول بقى بيسبقه ما بيتحكمش فيه، الادرار بتاع البول بقى سريع جدا عنده، مش قادر هو سريع ايه؟ ما بيتخزنش جواه، المثانه مش بتحكم. فده ساعتها لا ما ينفعش، يبقى لازم اتدخل اعمل عمليه. العمليه بقى على حسب، على حسب نوع، عندنا عمليات بسيطه على حسب المرحله، لو احنا جايين في الاول طب فضلنا شويه لما بقى زي كده والفقرات بقت سايبه والعمود الفقري متآكل والعصب بقى يحصل فيه ضمور، بنعمل حاجه اسمها الدعامات، ودي اكتر الحاجات. يعني الحقيقه هو مش مفترض ان دي تبقى اكتر عمليه بنعملها، مع ان هي العمليه السائده النهارده، عندنا حاجات ابسط من كده لو احنا بنيجي بدري، لكن كل الناس بيجونا في المرحله اللي بتبقى الفقرات بقت سايبه، تآكل في الغضاريف، الام غير محتمله، والعظم بدا يدخل فيها شاشه، وتآكل في المفاصل، بقت موضوع مركب. فعلشان احله لازم اعمل حاجه، اربع حاجات مع بعض، توسيع للقناه العصبيه وتسليك للاعصاب ومخارج الجذور بتاعه الاعصاب واستأصل الغضاريف واعمل تثبيت للفقره. اكثر من نقطه استاذنا الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي حط ايده عليها النهارده بقوه شديده جدا. النقطه الاولى ما تستهونش بحاجات بسيطه انت بتعملها وتصرفات قد تكون تبدو لك امنه لكن تودي في 60 داهيه. النقطه الثانيه المهمه جدا، ما تروجش لاسلوب علاج على انه دائم وهو مؤقت، لازم تكون صريح وامين مع المريض بتاعك. النقطه الثالثه، ما تعتقدش انه بعض الاشياء مما يروج لها تحت عناوين طب شعبي، طب مش عارف ايه، طب عربي، دي حاجات بتودي في 60,000 داهيه، وينبغي ان الدوله كمان تقف قدامها، وفعلا الدوله بتقف قدامها، لكن لازم تقتلعها من جذورها وتعاقب كل من استخدمها عقابا عسيرا. والنقطه الهامه الاخيره، لا تتصور ان مشاكل العمود الفقري تقف عند حد معين، انها ستاند ستيل، او بمعنى اصح يبقى الوضع معه عليه. لا يا باشا، الوضع سيتدهور وسيكون أسوأ مما تتخيل. ربنا يعافيكم. طبعا ضيفي القيمه العلميه الكبيره امتعنا امتعا كبيرا في هذا الحوار الممتع للغايه كالعاده، ويعني بتعبك معانا، ويعني الحلقه دي متسجله بعد منتصف الليل بكثير، وطبعا انا عارف انت بتمشي يعني متاخر قوي كده، لكن بعودك على حاجات مش صحيه. بالعكس، بنسعد بلقاء حضرتك يا دكتور. يا فندم بتنورنا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبير استاذ الدكتور محمد صديق الهويدي كان معي في هذا الحوار الممتع. خليكوا دايما مع السلامه. عارف في حاجه اسمها جنرال كونديشن، كل نوع عظم ليه تكنيك غير التاني، لازم البني ادم يوصل لحاجه انه يعرف يبتسم. ما تطلعش الدكتور اللي جواك لانك جواك مش دكتور، اوعى تتقمص دور دكتور. الاشعه المقطعيه قبل اجراء زراعه الاسنان اجراء غير ضروري. انا ممكن اقول لك المقطعيه هتطلع ايه، لكن لا اجزم بيها، لازم المقطعيه تيجي تتطابق مع اللي انا بقوله. انا شايفه ان الكلام ده غلط. ده معتقد ناس كتيره وخصوصا البخلاء. كتيره قوي. يلعب نوع الزرعه المستخدمه دور كبير في فشل او نجاح الزراعه. انت بتزرع في اي نوع عظم؟ تقويم الاسنان يعطي نتائج افضل لما كانت السن الصغير. افضل لا، اسرع. إذا الناس تبعتنا على أساس أنهم يتعلموا ثقافة هيستفيدوا جدا.
زراعات قديمه بتديها له يعقمها وترجع تحطها تاني. في ناس اعتقد ان جميع انواع الزراعات بتعطي نتيجه واحده. في بلاد معروفه بتعمل احسن امبلانتس موجوده في العالم. القشره التجميليه حل دائم لتجميل الاسنان وليس مؤقت. طبعا دوت حل دائم، يعني انا بفضله كمان عن التبييض. احنا ممكن نعمل فيها زراعات ونعمل فيها شغل حلو جدا، بس المريض يدي فرصه للدكتور ان هو ياخد قرار مظبوط. احنا جبنا النتيجه دي.